صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 24 لسنة 2023 بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى تشكل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير العمل، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير السياحة، وزير الإعلام، وزير التربية والتعليم، وزير شؤون الشباب.